جمرة المرحوم اسماعيل ناظم. انا ضربت من عند الناس بانه قتلوا لي رجلي وضربوا لي لوسي ضربوا بالموس سبب لانه بيهضروا على الدراري الصغار. الاب ديالو ما تيخليش الدراري الصغار يلعبوا ما تيخليهمش يلعبوا نهائيا. ولدي انا تيخرج تيلعب يلعب الكره ما تيخليوش. انا تنشد ولدي تنسد عليه في الدار ما تخليهش العطله هذه ما تخليهش يلعب في الدار تنسد عليه. هذا السبب هو اللي كاين بانه راه يعلق بالدراري مشى يتبرى منه. جبد عليه السيف ضرب راجلي وضرب حجره وضرب لوسي ضربوا بحجره. علاش علاش محامين هو وبنته؟ البنت تضرب تتهز الحجر من الارض وتضرب لوسي ولوسي شاد القاتل شادو تيقول لي قتلتي لي اخويا شادو قاعد عليه تجاو جدارميه. وهذاك داك السيد شارف باه تيضرب في لوسي بحجره لوسي مضروب بحجره هنا البنت قامشه هنا في عنقو وحق ما كاينش الحق ما كاينش حتى واحد ما شد لي حقي. انا بغيت حقي حقي هو اللي تنطالب ما تنطالب حتى حاجه حقي حق دم راجلي اللي مشى هكاك مشى على اساس بيفقخوه مع داك السيد ومع داك البات. البات يقول لي قتلو قتلو ونبيع عليك داري